على أن الصيام يجمع الأمرين، يجمع ترك الطعام والشراب والمفطرات، ويجمع أيضا الكف عن محارم الله التي حرمها دائما، فإن تحريمها في رمضان يكون أشد. فالصائم كامل الصوم هو الذي يدع ما حرم الله عليه من الطعام والشراب والمفطرات رجاء رحمة الله وعفوه وامتثال أمره، ويدع ما حرم الله عليه من سائر المعاصي. هكذا يكون الصيام، هذا الصيام الكامل، صيام المؤمنين، الكف عن محارم الله التي حرمها في الصيام والتي حرمها دائما، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، لا عن رياء ولا عن سمعة ولا عن تقليد ولا عن تجلد، ولكن عن رابة فيما عند الله، عن إخلاص، عن صدق، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، هو مجرد ترك الطعام والشراب، من صام رمضان إيمانا بأن الله شرعه وأوجبه عليه، واحتسابا يرجو ثوابه عند الله جل وعلا، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصيام نعمة من الله ورحمة من الله وتوجيه من الله لعباده الخير، ولهذا سماه جنة، فالصيام جنة. والجنة ما يجتن بها عن في القتال عن السيوف والرماح، هذه جنة. فالصيام جنة أحدنا من النار في جنته من القتال، يدفع الله به عنه شر الدنيا والآخرة إذا أخلص وصدق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه أحد وقاته فليقول إني صائم. يرفث الرفث الجماع وردي الكلام، ولا يسخب، لا يفعل، لا يتكلم بما لا ينبغي، فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم. ولهذا يقول جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع عدل الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سوا. وقال أنس رضي الله عنه: ما صام من ظل يأكل لحوم الناس، يعني من ظل يغتاب الناس. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة ما لم يخرقها. قال: بما يخرقها؟ قال: بكذب وغيبة. وهذا الصيام يضيق الله به مجاري الدم التي يجي منها الشيطان، الشيطان يجي من آدم مجرى الدم، هذا الصيام يضيق تلك المجاري ويسدها على عدو الله لمن أخلص وصدق. وهذه الأيام فرصة للمؤمن يجاهد فيها نفسه ويعبد فيها ربه ويجتهد في أنواع العبادة والذكر، يرجو ثواب ربه ويخشى عقابه. وهكذا جميع الفرص، فرص الحج، فرص العمرة، فرص عشر ذي الحجة، فرص الاجتماع بالأخيار، فرص مجالس الذكر، هذه الفرص يعتني فيها المؤمن حتى يزداد إيمانه وحتى تكثر أعماله الطيبة، ويحذر من الاجتماعات الضارة والزيارات الضارة، فليحرص على أن تكون زيارته في الله ولله وفي سبيل الله، وأن تكون اجتماعاته مع أهل الخير والصلاح والاستقامة لا مع أهل الغفلة والغيبة والنميمة. وهكذا في جميع أوقاته يحفظ وقته ويصونه عما حرم الله. فالمؤمن صوان لوقت، صوان لجوارح، واقف عند الحدود، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. قال تعالى عن الرسل وأتباعهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هكذا أولياء الله. وقال عنهم جل وعلا أيضا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعملون وهم خائفون وجلون، يعملون الصالحات ويجتهدون الخيرات وهم على وجل وخوف، يخشون أن ترد عليهم أعمالهم، أن لا تقبل لتقصير اقترفوه أو شرط أخلوه به أو غير هذا من أسباب الرد. وفق الله جميعاً.